انتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.52% عند مستوى 9711 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.153 مليار. ومن أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقيت 26 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم بنك أم القوين الوطني بنسبة 10.86% يغلق عند 1.94 درهم، بينما ارتفع سهم إيزي ليست لتأجير الدراجات النارية بنسبة 10.86% يغلق عند 33.50 درهم. كما أغلق سهم بنك أبو ظبي الأول مرتفعا بنسبة 4% يغلق عند 14.48 درهم، بينما انخفض سهم شركة مجموعة سودة الاتصالات المحدودة بنسبة 5.41 يغلق عند 0.28 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة طفيفة بلغت 0.3% عند مستوى 4089 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 304 ملايين درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة بينما انخفضت أسهم 11 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14.70 يغلق عند 2.34. كما ارتفع سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 14.10 يغلق عند 4.45. وأيضا ارتفع سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.90 يغلق عند 0.23 درهم، بينما أغلق سهم شركة تكافل الإمارات منخفضا بنسبة 2.53 عند 0.50 درهم. أنتقل مع حضرتك أستاذ حسام لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية. أبدأ معك من سوق أبو ظبي أو بورصة أبو ظبي التي ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم، ما تحليلك لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ يعني أنا شايف مؤشر أبو ظبي بيحافظ على الإغلاق بالمنطقة الخضراء، ونجح النهاردة في الصعود بنسبة 52% وأغلق عند مستوى 9711. ده كان ناتج عن الأداء الجيد لأغلب الشركات القيادية بالمؤشر، وأعتقد إن احنا شفنا كمان في اتجاه من قبل المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية، وخاصة في القطاع العقاري، ده اللي دفع المؤشر نحو الإغلاق بالمنطقة الخضراء. واستقرار المؤشر أيضا أعلى مستوى الدعم الرئيسي هو مستوى 9600، ده هيؤدي أو هيدفع المؤشر لاختبار واختراق مستوى المقاومة الهام جدا وهو 9850 خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إعلان الطروحات الجديدة بسوق أبو ظبي المالي. وأعتقد إن احنا هنشوف زي ما شاهدنا كده خلال العام الماضي طفرة كبيرة جدا في الطروحات بسوق أبو ظبي، وده اللي دفعت سوق أبو ظبي إلى تحقيق معدلات مرتفعة، وأيضا حقق مكاسب كبيرة جدا خلال العام الماضي. هنشاهد أيضا استمرار لهذه الطروحات القوية والجيدة التي تنعكس إيجابا على أداء مؤشر سوق أبو ظبي، وده اللي هيدفعه لاختراق واستعادة مستوى المقاومة الهام جدا وهو مستوى 10,000 نقطة والاستقرار أعلاه وتحقيق قمة تاريخية جديدة له خلال العام الجاري إن شاء الله، وتحديدا عند مستوى 11,400 نقطة خلال العام الجاري إن شاء الله. وبالنسبة لسوق دبي الذي ارتفع بنهاية تعاملات اليوم، ما تحليلك لأداء البورصة؟ يعني أيضا شهد مؤشر دبي استقرار بالمنطقة الخضراء، يعني بصعود طفيف قدره ما يقرب من 1.5 نقطة، وسجل مستوى إغلاق عند 4089، وكان في محاولات بجلسة اليوم لاختراق مستوى المقاومة الهام جدا وهو مستوى 4100 نقطة بقيادة طبعا القطاع العقارات وقطاع البنوك وقطاع السياحة، ولكن يعني لم ينجح في استعادة هذا المستوى واختراقه. والاستقرار أعلى
لا، يعني احنا الشيء الايجابي في جلسه النهارده ان هو ما زال مستقر فوق مستوى المقاومه او مستوى الدعم الرئيسي والهام جدا، وهو مستوى 4050 نقطه. اعتقد ان احنا هنشوف فيه اختبار ثاني خلال جلسه غدا لمستوى المقاومه الهام جدا، وهو مستوى 4100 نقطه بقياده قطاع العقارات وقطاع السياحه، ونشوف فيه اختراق لهذا المستوى خلال تعاملات الاسبوع الجاري. وبالتالي هنشوف في اتجاه استمرار لاتجاه المؤسسات الماليه العربيه والمحليه ايضا نحو الشراء وزياده وفتح مراكزهم الماليه بالقرب من مستويات الدعم الرئيسيه، وخاصه مستوى ال 4000 نقطه و 4050، وده اللي هيدفع المؤشر لاختراق واستعاده مستوى المقاومه 4100 والاستقرار اعلاه. وان شاء الله نشوف ايضا طرح من الطروحات الجيده القويه التي قد تؤهل المؤشر في تحقيق قمة تاريخية جديدة. وأنا أتوقع أن خلال العام هيشهد المؤشر اختبار لمستوى 4400 نقطة خلال العام الجاري، وهيكون مدفوع باستمرار التدفقات النقدية في سوق الإمارات المالي بصفة عامة، وده ناتج عن الطروحات القوية التي تطرح سواء في سوق أبوظبي أو سوق دبي المالي، وده بتنجح في إدارة سوق الإمارات سوق المال الإماراتي بجذب مزيدا من رؤوس الأموال وخاصة الأجنبية والعربية أيضا، وده اللي بيدفع المؤشرات للاستمرار في الأداء الإيجابي وتحقيق قمم تاريخية جديدة خلال أدائها خلال العام الجاري إن شاء الله. إن شاء الله. بنشكر الأستاذ حسام عيد محلل أسواق المال على مشاركته معنا اليوم.